بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا. شايفين الجمال ده وشايفين الانترو بالحاجات الكتيرة الحلوة اللي فيها. الانترو دي ما تمثلش يعني 10% من المتعة اللي احنا قضيناها في 3 أو 4 أيام في فندق سانرايز اكوا جوي في الغردقة. اوتيل بجد منتهى الروعة بكل معنى الكلمة، من احلى الاوتيلات اللي قعدنا فيها. طبعا انتوا شفتوا على قناتي فيديوهات وريفيوهات كتيرة الاوتيلات كتير في الشرم والغردقة، بس فعلا سانرايز اكوا جوي احلى 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 اوتيل قعدنا فيه بجد في كل الاوتيلات اللي قعدناها. هنشوف مع بعض جمال الاوتيل وهنشوف كل الحاجات اللي شفناها في الانترو دي، شرح بقى ليها وحاجات اكتر كمان. بس ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو زي ما معودين تعملوا لي لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا، دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. دي كده وجهه اوتيل سانرايز اكوا جوي الغردقه، وقدامه على طول مباشره الممشى السياحي المشهور في الغردقه. بس انا عايزه اقول لكم انتم من كتر حلاوه الاوتيل عمركم ما هيجي في بالكم اصلا انكم تطلعوا. يعني انا حاولت خطف اطلع شويه اصور الممشى السياحي علشان برضو انزله لكم فيديو، بس حسيت الفندق جوه ممتع من اول ما تصحوا الصبح لغايه بالليل خالص خالص لغايه لما تناموا. عروض وشوهات وفريق انيميشن بيعمل حاجات جميله وبيشجع الناس انها تهيص، وكل يوم كل وقت في اليوم في فقره معينه. يعني سواء على البول الصبح وانتوا رايحين بيبقى في فريق انيميشن بيعمل رياضه وبيعمل موسيقى، والحفلات اللي بالليل وفولي ولعب زي دارتس اللي هي الاسهم، حاجات كتيره قوي قوي هتعجبكم. اليوم من اوله لاخره في اوتيل سانرايز اكوا جوي الغردقه بيبقى مليان ببروجرامز وحاجات كتيره جدا. ده كده الاوتيل من جوه، الريسبشن ضخم 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 جدا، بيساع عدد كبير من الناس، وده واحد من بارات المشروبات. طبعا بيبقى الاول انكلوسيف طول الوقت ليكوا ميه ومشروبات، اي نوع مشروبات انتوا عايزينها سواء سخن او ساقع، كوكتيلات، الحاجات اللي انتوا عايزينها موجوده. بتقولوا للحد اللي على البار اي طلب انتوا عايزين بقى، سانشاين، شاري كولا، كابتشينو، شاي، ازايز الميه المعدنيه، ونيفر ان انتوا تطلبوا ازايز ميه، وده ما بنلاقهوش في اوتيلات كتيره. بتاخدوا ازايز الميه اللي انتوا عايزينها طبعا فور فري. شوفوا حجم الريسبشن من جوه، وده يعني انا كده في ربع من ريسبشن، في ربع معين من الريسبشن، لسه باقي الريسبشن كله. فبجد اوتيل كبير وضخم، لسه هنشوف مع بعض بقيته. احنا كده بقى طالعين على الجزء الاوتدور في الاوتيل، وعايزه اقول لكم الجزء الاوتدور ده ممتد جوه جوه البحر. يعني لسه هنشوف مع بعض كميه بولز كتيره جدا، بسينات كتيره، والبحر بقى في زي ممر كده طويل زي سقاله عليها قعدات كتيره وريستورنتس كتيره هنشوفها مع بعض. ده كده الثياتر او المسرح اللي بيبقى فيه العروض بالليل، شوهات على اعلى مستوى، مش اللي هي شوهات اي كلام او كده، لا شوهات ناس بروفيشنال بتيجي تشتغل. هنشوف مع بعض الشوهات، ودي بعض من الاوض اللي موجوده في الارضي على البول. طبعا بيبقى ليها ميزه وليها عيب. ميزتها انها من الاوضه على طول على البول، وعيبها بس انها مكشوفه قوي قوي. وطبعا في اوض فوق برضو، في اوض من عند الريسبشن. المكان كبير واسع جدا، وده بيخليه يبقى حلو انه مش زحمه. ده بقى بول هيتد بول، بسين سخن، علشان احنا رحنا لسه رايحين الشهر ده، فطبعا الدنيا كانت تلج شهر يناير. تنزلوا الهيتد بول ما تحسوش باي حاجه، متخيلين؟ ده غير ان انتوا لما بتنزلوا الهيتد بول بتطلعوا بيبقى جسمكم لسه فيه الحراره، فلما بتطلعوا ما بتحسوش بالسقعه. يعني احنا كده شهر يناير، متخيلين شايفين الناس عامله ازاي؟ لا عادي الناس بتنزل لان ميه البسين حلوه جدا، ما كنتش متوقعه كده الصراحه. بصوا طول ما انتوا بقى يعني موجودين بتلاقوا ناس من الانيميشن بيحيوكوا وبيسلموا عليكم، ممكن يعملوا حاجات تشجع الناس انها تغني انها ترقص كده بقى. وده البول اللي على الشمال، ده بول للادلتس الكبار، مش مسموح فيه بنزول الاطفال علشان لو حد حابب ان هو يسترخي ويريلاكس كده بعيدا عن دوشة الاطفال.
دي بقى الأكوا بارك فيها أظن هم 6 ألعاب، في منهم السهل وفي منهم الصعب. شايفين المية نظيفة ازاي وحلوة، وطول الوقت طبعا في لايف جاردز واقفين سواء على الأكوا بارك أو البولز أو البيتش البحر، علشان أي طبعا في أي قلق أطفال، يعني تبقوا مطمنين على أطفالكو وانتوا بعيد عنهم، وحتى برضو لو معاكو حد مش بيعرف يعوم. الأكوا بارك بقى وإحنا طالعين شوفوا الجمال بقى، إحساس جميل قوي. وطبعا ميوزك شغالة طول الوقت، وفريق الأنيميشن بيشجع الناس إنها تلعب وإنها تتبسط وإنها تغني وتهيص. دي بقى الأكوا بارك وإحنا طالعين. طبعا الدنيا نظيفة جدا زي ما انتوا شايفين. الأكوا بارك نفسها يعني اللي هو ما فيهاش قلق، ان طبعا ساعات الواحد يروح ممكن أماكن فيها أكوا بارك زحليقة فيها مشكلة، زحليقة فيها حتة ممكن تعور، لا توتلي سيف، كل حاجة ممتازة 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 فوق الوصف. شايفين المتعة والجمال والفيو الحلو، ونظفت المية واللايف جاردز الواقفين في كل حتة، بجد هتحسوا بالنظافة وبالأمان، وهتتبسطوا جدا جدا في كل لحظة هتقضوها في الأوتيل. نتفرج بقى مع بعض على باقي الفندق. شفنا الريسبشن والبولز الكتيرة، الهيتد بول واللي هو البسين السخن، والأدلتس بول اللي هو البسين بتاع الكبار، وطبعا برضو كان في بسين الأطفال اللي فيه الزحاليق الزغننة. الأكوا بارك ده بول تاني، متخيلين كبير قد ايه، بس ده مش هيتد، ده مش سخن، فطبعا ده هيبقى كويس جدا في الصيف عادي وكله، بس أغلبية الناس علشان النزول، علشان النزول كانوا بينزلوا طبعا في الهيتد بول، لان احنا كنا زي ما بقولكوا في شهر يناير، شهر واحد في عز السقعة. في منطقة كمان ألعاب للأطفال على الشمال زي ما انتوا شايفين، زحاليق ومراجيح وحاجات كتيرة. نيجي بقى على الجمال الطبيعي والبيتش الجميل زي ما انتوا شايفين، الاعداد راقية وهادية، وفي سبيس ما بين كل ترابيزة والتانية، طبعا اماكن ضل كتير عشان تقعدوا براحتكو، والبحر في الوقت ده صراحة كان ساقع، كان ساقع تلج جدا، فانتوا لو هتروحوا في الوقت ده ممكن هيبقى صعب النزول البحر شوية. بس عايزة اقولكو الهيتد بول والاكوا بارك يغنوكو عن اي حاجة تانية، يعني هياخدوا الوقت كله. زي ما انتوا شايفين الاعداد حلوة ونظيفة، رملة حلوة قوي، وفي برضو طبعا ما قلناش البارات، في بار في كل حتة، في بار عند البيتش هنا، وبار عند البولز اللي احنا شفناها، وبيبقى برضو البولز اللي عند البار فيها سناك بار. الجزء ده بيلعبوا بقى فيه يوجا ويلعبوا فيه تمارين، الانيميشن تيم بيبقى فيه ناس بتعمل للجاستس زي تمارين بقى الصبح وكده، وجنبها منطقة الأطفال طبعا تفكير حلو قوي، عشان لو أمهات بتعمل الموضوع ده يبقى أولادها بيلعبوا جنبها قدام عينيها، يبقى حاجة حلوة قوي قوي برضو. والباب ده فيه جزء برضو للأطفال، فريق الأنيميشن بيكون جوه بيعمل لهم حاجات بقى كرافتس وحاجات يعملوها بإيديهم، ويعملوا لو بنوتات يعملوا زي أنسيالات وحاجات كده حلوة قوي قوي للسن الصغنن. البولز كتيرة جدا كتيرة جدا، اظن هم 5 بولز من ضمنهم للكبار والصغيرين، واللي احنا رايحين عليه دلوقتي السناك بار اللي هو على البولز. السناك بار ده بيبقى فيه سناكس طول اليوم فور فري طبعا، برجرز، كفتة، شاورما، سوسيس، بطاطس، بيتزا، كل حاجة. هنا بقى في الريسبشن في تويلتس في كل دور، يعني ده بعيدا عن الاوض، دي التويلتس اللي في كل دور. بصوا النظافة بقى والشياكة والجمال،
كمية أحواض كتيرة ومهتمين بالنظافة والتويلتس، وفي تويلت كمان لذوي الهمم. طبعا الماشينز بقى بتاعت الدراير والمناديل، وكمان في جزء اللي ورايا ده علشان تغيير للأطفال، والتويلت اللي في الاخر على الشمال ده واسع وكبير لذوي الهمم، مرايات في كل حتة، نظافة زي ما انتوا شايفين، ندخل الصبح ندخل الظهر ندخل بالليل اي وقت، الحمامات نظيفة قوي قوي. نيجي بقى للغرف، برا الغرفة في جرس، وشايفين الفيو من الاوض ومن برا الاوض، كمان في عين سحرية كمان، وفي طبعا الجزء اللي بنحط فيه الكارت بنعلم بالكارت فالباب بيفتح. دي الاوضة، اوضة دبل فيها كل حاجة طبعا، والدنيا زي ما انتوا شايفين جميلة ونظيفة. احنا اخدنا الاوضة الدبل كنا في الاسبوع اللي قبل اجازة نص السنة، كان سعرها 3500، بس بعدها لقينا السعر قل، يعني في 3200 وفي 3، فدي سعر الأوضة الدبل. زي ما انتوا شايفين نظيفة وحلوة، مش محتاجين حاجة اكتر من كده، في مكان علشان تحطوا عليه الشنط، وطبعا الشاي والقهوة والنسكافيه فور فري، وفي التلاجة تحت برضو فيها بيبسي كانز وميريندا وسبرايت فور فري برضو. بس ما اظنش اصلا انكم هتحتاجوا الحاجات دي ولا هتلاقوا وقت تشربوها، لان اوريدي ال 24 ساعه انتوا متاح ليكم مشروبات وسناكس، مشروبات ساقعه وسخنه. ده شكل البلكونه، فيها كرسيين وترابيزه، والفيو من البلكونه فوق الروعه زي ما انتوا شايفين، بجد يعني حته من الجنه، يعني مش عارفه اقول ايه الصراحه. في جزء برضو كبير تحت علشان الاوض اللي تحت لو حابين يطلعوا، زي ما انتوا شايفين احنا كده شفنا الاوضه من جوه ومن بره، بجد فيو روعة روعة روعة، يغسل الواحد كده من جوه سواء الصبح او بالليل. وفي نفس الوقت برضو من بلكونة بنقدر نشوف الشو بالليل، لان المسرح باين اهو، بصوا صورة شارلي شابلن اللي تحت دي باينة، فتقدروا تشوفوا الشو من البلكونة. ندخل الاوضة بقى ونشوف الاوضة من جوه، ده الباب ومكتوب عليه التعليمات، وده الدواليب فيها شماعات وارفف طبعا وخزنة ومخدات زيادة والحاف زيادة والشاور والتاولز الفوط. طبعا فيها بقى شامبو كونديشنر بادي لوشن هاند واش كل حاجة، المناديل الشاور كاب كل حاجة متعقمة ومتغلفة متقفلة، تويلت متقفل ان هو كده تمام متعقم، الفوط حلوة جدا كل حاجة صراحة حلوة. في كمان التحفة اللي فيه ان هو فيه كذا مطعم ألاكارت. ايه مطعم ألاكارت ده؟ غير المين ريستورنت، غير المطعم الرئيسي، ده مطاعم تحجز مطعم اسيوي، تحجز مطعم يوناني، تحجز مطعم ايطالي، ده بعيدا عن المين ريستورنت. ومطاعم يا جماعة حلوة جدا جدا، هنزل لكم فيديوهات ليها منفصلة بقى. ده على البول زي ما قلت لكم، فريق الانيميشن شغال بقى ما شاء الله، الله ينور طول الوقت بقى، اغاني شغاله وتسقيف وهيصه، ويجمع الناس يرقصوا معاه والناس في البول، فطبعا يعني تحسوا بروح مختلفه، وتحسوا ان انتوا بتغيروا جو وبتفصلوا كده عن جو بقى الروتين اليومي نيجي بقى للريستورنت وجماله. ده المين ريستورنت او المطعم الرئيسي، بصوا مفيش صنف مش هتلاقوه بجد والله، انواع شرب، ابيتايزرز المقبلات، لحوم، فراخ، معجنات، حلويات، فاكهة، سلطات باشكال وانواع مختلفة. يعني الفراخ كذا طريقة طهي وكذا طريقة ليها، اللحمة كذا طريقة طهي ليها، ايفن الكشري المصري هتلاقوه، المعجنات، المخبوزات، كل حاجة كل حاجة. ده الطبق اللي انا كنت عاملاه لنفسي، طبعا بتاخده زي ما انتوا عايزين في المين ريستورنت اللي هو المطعم الرئيسي، سواء في الفطار والغدا والعشاء بتاخده كل حاجه. هو طبعا الاول انكلوسيف بيبقى ليكوا الثلاث وجبات، فطار غدا عشاء، تاخده زي ما انتوا عايزين. ده بقى لما طلعنا من الريستورنت، بصوا الفخامة الاوتيل من جوه، لقينا تحت زي حفله كده بعد العشاء بقى عاملينها،
دي لسه مش الحفلة الأساسية، ده هي حفلة كده، حفلة قالوا لي حفلة كوكتيلات، إن الناس جايبين مغنية صوتها فوق رائع، هي أجنبية وبتغني أغاني إنجليش صوتها فظيع، وعاملين زي حفلة كوكتيلات كده، إن أنتوا تنزلوا تنقوا كوكتيل اللي أنتوا عايزينه، وهو الشخص اللي على البار اللي عاملينه مخصوص يعمله لكم. بعد كده في الريسبشن اللي هو بعيدا عن مكان الحفلات، لقينا الأنيميشن تيم يلا يا جماعة وأغاني، والناس قامت ترقص وتهيص، وجابوا بالي دانسر في ريسبشن قعدت ترقص برضو، ده لسه بعيدا عن الشو، وقالوا لنا يلا بقى بعد ما الفقرات دي تخلص نطلع على الشوهات. الشوهات بقى كل يوم شو مختلف من بروفيشنالز، مش اي شوهات كده، يعني اول يوم كان الراشن شو، وتاني يوم كان البالي دانسر شو، وشو التنورة، وشو تعابين، وشو اللي هو اللي بيفضل يحط حديد في بقه وكده اسمه الفاكير تقريبا. كل الشوهات دي هنزلها لكم على القناة بقى منفصلة، علشان بس ايه ما نطولش في الفيديو اكتر من كده، لان ما شاء الله الاوتيل من كتر الحاجات اللي فيه، بصوا يعني عايز له فيديو لمدة يوم، لمدة 24 ساعة من كتر بجد المكان تحفة تحفة. حاجة فرحتني قوي قوي من قلبي، أطفال أجانب رسمين على وشهم علم مصر، بجد الحاجة دي فرحت قلبي جدا. كل شوية ليه أطفال أجانب والفريق الأنيميشن رسم لهم علم مصر، وفريق الأنيميشن لابس علم مصر ولابسين لبس فرعوني وعملين يتحركوا بيه قدام الأجانب، الحاجة دي فرحتني قوي قوي قوي. دي المطعم اللي ألاكارت زي ما قلتلكو، وده جوه ريسبشن برضو، محلات فيها كل حاجة ممكن تحتاجوها، يعني في فلوترز وسليبرز ولبس صيفي وشتوي وميوهات كل حاجة، وإيفن حاجات سوبر ماركت والسان بلوك، كل حاجة تتخيلوها تحتاجوها هتلاقوها في المحلات اللي جوه الأوتيل، وشنط كل حاجة. ده الفطار بقى بانكيكس بالشوكليت صوص والمكسرات وكابتشينو، مفيش حاجة مش هتلاقوها سواء فطار أو غدا أو عشاء. ده كده المين ريستورنت في الفطار، طبعا انا بسرع الصورة علشان ما طولش عليكم الفيديو. كورن فليكس بانواعه، فواكه بانواعها، فروت سالد بانواعها، صوصات بانواعها، زبادي بانواعه، خضروات وسلطات بانواعها، وبانكيكس وصوصات بكل انواعها، وطبعا الفول بيض مسلوق، سوسيس، ما فيش حاجة مش هتلاقوها، بيض بالطريقة اللي انتوا عايزينها وعلى مزاجكم، بتقولوا للشخص اللي واقف على الحاجات بتاعة البيض، جبن رومي، جبن نستو، جبن مثلثات، لانشون، بيكن، يعني ايفن البيكن موجود، كل حاجة تتخيلوها. فطبعا ده بيدل على جودة المكان ورقي المكان. ده غير بقى بعيدا عن كل حاجة، طبعا دي المخبوزات والمعجنات كل حاجة تتخيلوها زي ما بقول لكم. بعيدا عن كل حاجة، الحاجة اللي لسه ما كلمناش فيها الستاف اللي هو لولا ما كانش الاوتيل والشياكة والرقي فيه يطلع بالجمال ده. الستاف هناك منتهى الروعة والذوق، خدومين جدا، فريندلي من اول ما تدخلوا، والابتسامة على وش كل حد بيقابلكوا هناك يخليكوا تتبسطوا بالاقامة هناك، وتبقوا طول ما انتم موجودين في الاوتيل مبسوطين وفرحانين، تحسوا ان الشغل هناك والعمل زي ما بيقولوا على قدم وساق، كل الستاف بيسعى لخدمتكوا وان انتم تبقوا مبسوطين. فدي حاجة بجد ما لقيناهاش في اي اوتيل تاني، ان تبقى بالطريقة الزيادة دي، وان كل الستاف بالطريقة دي، وده اللي خلى اقامتنا فعلا الاربع ايام اللي احنا قاعدينهم اقامة من احسن الاقامات اللي قعدناها في مكان، وبجد اتبسطنا جدا جدا. اللي انا وريته لكم ده مطعم من مطاعم الالاكارت، هوريه لكم في فيديو لوحده، كان المطعم الصيني وكان تحفة، وده السناك بار، وفي نفس الوقت بيبقى المطعم اليوناني بالليل الصبح سناك بار، بيبقى فيه كل حاجة فور فري، طبعا انتوا متواصل بعد فطار غدا عشاء ما بينهم في السناكس اللي هي بتبقى زي ما قلنا بقى سندوتشات برجر، بيتزا، باستا، العلمين دي كمان مكنة ايس كريم طول اليوم براحتكو، المشروبات بقى سخن ساقع كل حاجة زي ما قلنا. فبجد
المكان كان حلو والإقامة حلوة وتتبسطوا فيه أنتوا وأولادكوا، بجد روعة روعة. نيجي بقى لجزء البيتش والجمال الطبيعي الرائع اللي بجد يعني تقعدوا قدامه كده تنسوا كل حاجة. شايفين الجمال والنظافة بتاعت المكان، ايفن الرملة نفسها بصوا ما فيهاش ولا حاجة مش نظيفة. وجنب البيتش هنا في بار برضو طبعا للمشروبات، وفي تربيزات بينج بونج، وفي العاب كتيرة تلعبوها، في فولي وفي دارتس اللي هي الاسهم، وطبعا المراجيح تقعدوا تتمرجحوا وانتوا شايفين منظر البحر، بجد روعة روعة. كمان فريق الانيميشن بيجيبكوا ويفضل يعمل مسابقات ما بين الجس، وبيبقى حلو قوي قوي. انا هنا بقى رايحة على حاجة كده زي السقالة بتوصل البحر جوه جوه جوه، طول ما انتوا رايحين بتمشوا على السقالة دي وبتمروا بزي اماكن تقدروا تقعدوا تستريحوا فيها في وسط البحر وتشوفوا فيو البحر. وكمان بيبقى فيه زي مطاعم برضو وكافيهات تقدروا انكم تاخدوا تاكلوا فيها وانتوا قاعدين مستمتعين بتتفرجوا على الجمال الطبيعي ده. شايفين جمال المنظر الطبيعي عامل ازاي؟ بجد يفتح النفس. شايفين كل دي قعدات وممتدة لجوه جوه اكتر، المية ترانسبيرنت شفافة بطريقة فظيعة، تشوفوا السمك كده من وانتوا واقفين فوق. كل دي قعدات شايفين ممتدة لغاية فين، يعني قد جزء الاوتيل والبولز اللي احنا كنا فيه 3-4 مرات. وشايفين شياكة القعدات اللي عاملينها حلوة قوي قوي للتصوير، وانتوا قاعدين في شكل جميل كده ومعاكوا بقى المشروبات من البار جنب المكان على طول، بجد متعة. زي ما انتوا شفتوا اللايف جارد على اليمين منتشرين في كل مكان في الاوتيل، وده البار اللي على البيتش، تقدروا تجيبوا منه من اي مكان انتوا موجودين فيه على البيتش. المكان زي ما انتوا شايفين روعة، بجد تحفة تحفة. انا مسرعة لكم الفيديو علشان ما يطولش اكتر من كده، بجد كبار وصغيرين هتتبسطوا لما تروحوا اوتيل سان رايز اكوا جوي الغردقة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لو استفدتوا منه وعجبكم تعملوا لي لايك علشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وروبيهاتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، باي باي.